السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام، اليوم أول نهار من شهر رمضان، شهر الجوع والنفاق والبخل بالنسبة لأغلب المسلمين. أقول لهؤلاء المسلمون كل عام وأنتم أكثر تخلف وأكثر جهل وأكثر تبعية وأكثر انحطاط. أما بالنسبة للادينيين واللي تحروا من أغلال هذا الدين المجرم، أقول لهم كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم أكثر تحرر وأكثر إيمان بالقضية بتاعكم الإنسانية وأكثر علم ومعرفة من أجل محاربة الجهل والتخلف. في الحقيقة في هذه الفيديو أردت أن أتكلم في موضوع نوعا ما حساس وله جانب من السياسة، رغم أني بعيد كل البعد عن السياسة ولا أريد أن أتكلم فيها، لأني أعرف أن السياسة في دولنا هي سياسة تخدم مصالح أجنبية أو مصالح حزبية أم مصالح شخصية، بخلاف السياسة اللي موجودة في الدول المتحضرة الغربية، هي سياسة تخدم مصالح شعوبها، وهذا هو المطلوب من السياسة. احنا مازلنا ما وصلناش الى درجة من الوعي سواء بالنسبة للشعوب اللي هي مغلوبة على امرها وجاهلة ويقودوا فيها كيف الغنم باسم الدين، باش السياسيين متاعنا يفكروا فينا، فهما يستغلونا ويستغلوا هذه الشعوب الذي يمكن أن تقودها بكلمة واحدة باسم الدين وباسم الإسلام، ويمكن أن تحرك مشاعرها بكلمة واحدة. لهذا السياسيين متاعنا والأحزاب متاعنا مع الأسف في كامل العالم بين قوسين العربي الإسلامي ليس سياسة وطنية وليس سياسة تفكر في المواطن وفي الشعب. اليوم في الحقيقة حبيت نتكلم حول المؤامرة ومسألة داعش. ياسر طلبوا مني باش نحكي في هذا الموضوع، رغم اني انا اؤمن بان السياسة امر متغير ومتبدل، وادري ان الظروف والعوامل تلعب دور كبير في الاحداث السياسية. كثير يتصلوا بي حتى من اللادينيين يقولوا لي داعش صنع امريكي، ويوريوني بعض الفيديوهات والآليات اللي عندهم والأساليب اللي عندهم والطرق اللي عندهم، وبعض الأقاويل الذي معناتها تنشر على الويب تخليهم يعتقدوا ان داعش صنع امريكي. وطبعا احنا نعرف اللي المسلم بصفة عامة او من يعيش داخل العالم العربي الإسلامي عايش على فكرة دائما المؤامرة، ويعتبر أي شيء يوقع من بين مسلم ومسلم فهو فتنة من وراءه الصهاينة ومن وراءه الإمبريالية الغربية التي تريد أن تفرق من بيننا. أنا أتساءل وأسأل هؤلاء، هل حرب الجمل الذي ذهب ضحاياها أكثر من 10,000 مسلم وفي بعض الروايات 20,000 مسلم كانت مؤامرة يهودية أم مسيحية؟ هل حرب صافين الذي ذهب ضحاياها 70,000 مسلم هل هي مؤامرة يهودية أيضا أم غربية؟
وغيرها من الحروب الذي عرفها العالم الإسلامي مدة كل تاريخه، وهي حروب لا ترحم ولا تبقي ولا تذر. والوضع الآن لا يختلف على التاريخ، ما دام احنا مازلنا مربوطين بالتاريخ هذا ومازلنا ما فصلناش فصل كامل مع هذا التاريخ، نبقاو ديما نعيشوا نفس السيناريو ونفس المجازر. ما دام فما عباد حتى التوا يبكيولي على الحسين، وفما عباد حتى التوا يمجدوا في فلان وفلان ويحكيولي على محمد، احنا ماناش باش ننتهيو. المؤامرة لو كانت موجودة بالفعل هي موجودة عند المسلمين العرب، وأؤكد العرب، لأن العروبة والإسلام كما قلت وكما أقول إنهم عملة واحدة ذو وجهين، وهذه حقيقة فهموها العروبيين اللي موجودين في العالم بين قوسين العربي. احنا نعرفوا إن الغرب إنسان واقعي ويفكر في مصلحة شعوبه، وهذا من حقه، فهو لا يضيع وقته في المؤامرات وفي الحكايات الفارغة، بل ليس محتاج إلى مؤامرات ما دام هو فهم ودرس العالم بتاعنا اللي هو كله مؤامرات وكله غدر وكله نفاق وكله كذب. فماذا يفعل الغرب؟ فهو متفرج، نعم متفرج وداعم لمن يخدم مصالحه، ومحارب لمن لا يخدم مصالح. هذه مسألة واضحة. أمريكا والغرب ماهوش محتاج باش يخلق لك داعش، ولا يخلق لك جبهة النصرة، ولا يخلق لك فهمت أي جهة أو حزب الله أو غيرها، ماهوش محتاج. المسلمين يتكفلوا بهذاك الشيء، فكر المؤامرة موجود من بيناتهم، من بين ما يسمى بالشيعة والسنة، هذوما اللي نسميهم أنا الصعاليك والعاهرات. نعم محمد كان سعلوك عاهر وأنتج الصعاليك اللي هما السنة، والعاهرات مع احترامي للعاهرات اللي هما الشيعة. نعم عندما مات محمد ميتة الكلاب، حتى العباس قال أدفنوا صاحبكم لقد نتن، كانوا الصعاليك بقيادة عمر والعاهرات بقيادة علي يتنازعون الخلافة، وانتصر الصعاليك على العاهرات، وبقي هكذا الأمر مدة مئات من السنين إلى سقوط الإمبراطورية العثمانية. وتعرفوا انتوما اللي عندما سقطت الإمبراطورية العثمانية ظهر ما يسمى بالفكر القومي العربي اللي هو إنتاج حديث، والغرب دعم هذا المد القومي العربي من أجل أهدافه ومن أجل القضاء على ما يسمى بالإمبراطورية العثمانية، وهذا شيء طبيعي. ولكن عندما قضى على الإمبراطورية العثمانية ظهر ما يسمى بالمد الشيعي. صحيح أن الغرب راهن على العروبة وراهن على السنة وعلى الوهابية في تقسيمه والقضاء على الإمبراطورية العثمانية، ولكن العاهرات ما يسمى الشيعة خدموا على رواحهم واستطاعوا أن يحدثوا تغيير في العالم العربي الإسلامي بين قوسين العربي، وأرادوا أن يقودون هذا العالم. نعرف احنا المسلمين بصفة عامة سنة أو شيعة منذ سقوط ما يسمى بالخلافة الإسلامية وهم يحلمون بعودة هذه الخلافة. وتعرفوا انتوما اللي الغرب ما يحبش يكسر راسه،
يشوف ان منطقة العالم العربي الإسلامي منطقة غنية بالثروات، فهو لا يريد أن يخسر هذه الثروات لأن له مصالح مادية واقتصادية في هذه المنطقة، فهو يدعم القوي. في فترة من الفترات كانت الوهابية والسلفية قوية فدعمها، وما زال حتى الآن يدعم جانب منها، لكن عندما ظهرت إيران كقوة تريد هي بدورها أن تسيطر على العالم العربي الإسلامي، الغرب بقى متردد وينتظر إلى أين سوف ينتهي هذا الصراع. نرجع للتاريخ قليل شوية. وقت خرج بن لادن والجهاد ضد الاتحاد السوفيتي، أمريكا دعمته، مش يعني خلقت هي بن لادن، مش هي خلقت القاعدة، لا، لأن بن لادن يخدم مصالحها اللي هي ضد ما يسمى الاتحاد السوفيتي. ثم عندما القاعدة دارت على أمريكا، وهذا طبيعي لأن لازمكم تعرفوا حاجة، أن التذلل والتقرب، فهمت، الشيعي أو السني للغرب هو ليس حبا في الغرب، هو ليس حبا في الغرب، وإنما هي خدعة، والحرب خدعة، ومحمد فعل ذلك، والإسلام والتاريخ يعيد نفسه، والتاريخ يعيد نفسه. محمد عمل الصلح مع اليهود المدينة ثم دار عليهم وقتلهم وقص لهم رؤوسهم. نفس هذاك السيستم الأسلوب قاعد يطبق عند الشيعة والسنة، يعني هما تشوفهم يتصلوا أمريكا ولا يتصلوا بأوروبا ليس لأن أوروبا خلقتهم، وإلا أنهم يحبوا يخدموا مصالح أوروبا، لأنهم يعرفوا اللي ما غير ما يعملوا هذاك الشيء سوف يتم القضاء عليهم. إذن هما يتبعوا سياسة محمد، لازمكم تفهموا الحاجة هذه، راهو الإسلام ما هوش لعبة، راهو مشروع متكامل، يا اما نؤمن به يا اما ما نؤمنش به. ساعات عباد يتصلوا بيا يقولوا لي احنا مانيش فاهمين بعد كل هذه المجازر وكل هذا ما يسمى بجهاد النكاح وكل شيء، كيفاش العباد مازال تصدق في هذه التنظيمات؟ ونقول لهم راهو الاسلام سوى السني سوى الشيعي مشروع، والمشروع مغلوق على نفسه. انا كلامي شكون يسمعوا؟ يسمعوا اما لا ديني، يا اما انسان يشك في الإسلام، أو ما يسمى مسلم له في العير ولا في النفير. أما من متخذ الإسلام كأسلوب للحياة واقتناع، كلامي ما يسمعوش بالكل، وما يسمع كلام حتى واحد. شفت مثل جهاد النكاح عياو يقول، حتى بن جدو هذا الوزير الداخلية حاشكم بيم تكلم على جهاد النكاح، يعني ظاهر بهيم. أنا بالنسبة لي إنسان يتكلم على جهاد النكاح، فهمت؟ يا أما إنسان قالوا له عاود بهيم مصدق لا يفهم لا في الدين لا في حد شيء، يا أما إنسان يريد أن يروج لهذه الفكرة. جهاد النكاح مثلا مش موجودة في الشرع الإسلامي أصلا، ولو نرجعوا للتاريخ الإسلامي نلقى وقعت بعض الحالات للجيش تاع محمد، فهمت؟ انهم مشيوا بلاش نساء وسالوا محمد قالوا له نحبوا نستنى يا اخي اسمح لهم بما يسمى بالزواج المتعه، ثم تم تحريم ذلك عند السنه، وعند الشيعه مازال مسموح به. راهو فما قواعد، راهو الاسلام وقت يقص راس ما يقصوش شكاكه، وقت يقص يد ما يقصها شكاكه. هذاك علاش اليومن بالاسلام حتى كانت توريك كل فيديوهات اللي تخص في الروس ماهوش باش يتزعزع الايمان نتاعو. علاش؟ على خاطر الاسلام عندما تكون في الداخل نتاعو يخليك ما تشوف حتى شيء لبرا. هذه حاجه. حاجه ثانيه، راه نجم انا ناخذ مثلا كاميرا ونمشي ندور في تونس ونعمل لك شريط وثائقي على تونس انها مزبله، راهي الصوره والكاميرا ماهيش دليل،
انا مانيش مدافع عن الاسلام، وانما اردت ان اقول ان الاسلام هو اسلوب ونظام حياه، فمن يؤمن به فمن لم يؤمنش به. والاكثريه مع الاسف ما هي عارفه حتى شيء، هذا يهزها وهذا يجيبها، هذا يهزها وهذا يجيبها. لكن مع وسائل الاعلام ومع التطور التكنولوجي كل واحد منا اصبح يختار الطريق نتاعو، وهذا اللي لازم يوقع في العالم العربي الاسلامي. يا اما تمشيو للاسلام يا اما تخرجوا من الاسلام. راهو اللي قاضي علينا واللي هالكنا واللي مدمرنا هو هذه الوسطية التي تجعلك سلبي، لا تحارب الإرهاب ولا تؤيد السلم، لا تحارب التخلف ولا تؤيد الحضارة. هنا اللي حبيت نقول إن وقت أمريكا دارت على القاعدة وضربت القاعدة ضربة كبيرة، القاعدة ولت ما عادش بعدت على المبادئ متاعها الأساسية، ومن هنا ظهرت ما يسمى بالدولة الإسلامية. به الآن تطلق عليها الدولة الإسلامية للعراق والشام، أما هي في الحقيقة مشروع كامل لإعادة ما يسمى بالخلافة السنية. هذه مسألة واضحة. ومقابل هذا ما يسمى بالخلافة الإسلامية الشيعية. نعرف احنا اللي في التاريخ الحروب بين السنة والشيعة ما توقفوش، اما نظن توا وصلنا لمرحلة مع التطور التكنولوجي وكل واحد منهم، خاطر راهو المشكلة داعش الدولة الإسلامية ماهيش موجودة كان في الشرق الأوسط حتى في شمال أفريقيا نقولوا ميهمناش وكل شيء، راهو الأمر قريب لينا، موجود في ليبيا، موجود في الجزائر، موجود في تونس، موجود في المغرب، موجود في أوروبا، راهو 30 مليون مسلم موجود في أوروبا، راهو موجود في أمريكا، راهو كل واحد عنده أسلوبه من بين الشيعة والسنة من أجل السيطرة على ما يسمى العالم الإسلامي. والغرب وأمريكا تشاهد من سوف ينتصر سوف تتعامل معه. لو انتصروا السنة سوف تتعامل مع السنة، وأنا أشك أن السنة سوف ينتصر، مستحيل السنة سوف ينتصروا، لأن الشيعة العاهرات فهموا مليح السنة كما أمريكا فهمت المسلمين، نفس الشيء الشيعة فاهمين السنة والسنة ما همش فاهمين الشيعة. الشيعة فهموا اللعبة السياسية العالمية، يلعبوا ضمن اللعبة السياسية عن طريق جيش نظامي، أمور منظمة، محترمين القوانين الدولية، وداخلين في اللعبة السياسية ومعاملين تحالفات شيوعية وغيرها. إذا السؤال الذي يطرح، هل داعش صنع غربي؟ لا. هل داعش يدعمها الغرب؟ لا، ما يدعمهاش الغرب. لكن شكون يدعم داعش؟ شكون يمول فيها؟ وشكون في الحقيقة لو لاحظوا في السنوات الأخيرة مشروع العروبة والوطن العربي انتهى، لأن القياديين في العالم العربي الإسلامي فهموا أن العروبة ليس لها أي قيمة بدون الإسلام. وحزب البعث بيدو فهم هذا، وصدام قبل ما يتقتل وقبل ما تهجم عليها أمريكا فهم هذا، ذاك علاش زاد في العالم الله أكبر. فكل الأحزاب القومية العربية أحزاب انضمت لما يسمى المد الإسلامي، سواء حزب البعث السوري الذي انضم للمد الشيعي، وحزب البعث العراقي الذي معناتها تحالف
مع المد السني، لأن العروبة ليس لها وجود إلا بالإسلام. قديش من مرة قبل محمد حاولوا بشي وحده العرب ما نجموش باش وحده بالإسلام. إذن هوني فهموا العروبيين هذم كلهم إن ما تقوم لهمش قائمة ما غير الإسلام. ولهذا نشوف حزب البعث العراقي وقتها تحالف مع الإسلاميين استطاع أن يحقق انتصارات كبيرة في العراق، واستطاع أن يمد فهمت القوة بتاعه إلى شمال إفريقيا وإلى وسط إفريقيا. راه داعش أو ما يسمى الدولة الإسلامية، أنا ما نسميهاش داعش، نسميها الدولة الإسلامية السنية، هو مشروع كبير يمتد من الشرق الأوسط إلى وسط إفريقيا إلى شمال إفريقيا إلى أوروبا إلى أمريكا، مدعوم من رؤوس أموال وشخصيات عربية خليجية من أجل أن يكون سد في وجه ما يسمى بالمد الشيعي اللبناني، حزب الله الشيعي العربي وما حوله. هذوما الزوز قاعدين يتعاركوا على قيادة العالم العربي الإسلامي من أجل ما يسمى عودة الخلافة، ليس كمرحلة أخيرة. هذا يحضر في المهدي متاعه وهذا يحضر في المهدي متاعه. تصوروا المصيبة اللي باش توقع كان مثلا الشيعة يقول لك المهدي خرج، فهمت؟ تصور المصيبة اللي توا مثلا هذا أبو بكر البغدادي يعني طارحينه كخليفة للمسلمين، يمكن يموت ويجيب واحد آخر يكون أقوى منه. إذن هنا حبيت نقول اللي القاعدة وجبهة النصرة انتهوا، مهمتهم انتهت، ابتعدوا على المبادئ الحقيقية اللي تأسوا من أجلها، وإن اللي عوضهم الآن هي الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية ليس في العراق والشام وإنما في كل العالم العربي الإسلامي ضد ما يسمى الدولة الإسلامية الإيرانية الشيعية التي تريد أن تسيطر هي بدورها على العالم العربي الإسلامي. ولو نلخص هذا الشيء أنا أقول القوة السعودية أو الخليجية والقوة الإيرانية وهذوما الزوز يتذلوا فهمت، والصعاليك الخليجيين فهمت والعاهرات الشيعيين الإيرانيين الشيعيين يريدون كل واحد منهم أن يرضي الغرب كمرحلة أولى من أجل السيطرة على العالم الإسلامي. لأن الغرب يعرف هذه حاجة نقطة مهمة، الغرب يعرف اللي شعوبنا شعوب جاهلة ما فيها حتى أمل، إذا لازم شكون يربط لها الخيط في كرومتها وينجم يقودها، هل الشيعة أم السنة؟ مهموش هو الغرب، شكون ينجم يحط السلسلة في عنق الشعوب نتاعنا؟ أمريكا والغرب معه، وهذا شيء طبيعي. إذا اللي حبيت نقوله مدام احنا في المستوى هذا المنحط نستاهل. لهذا اقول للادينيين راهو ما عادش وقت باش نسكتوا، ما عادش وقت باش نستناو، ما عادش وقت باش نربعوا يدينا، راهي شعوبنا قاعده تموت، راهو ولادنا وعائلاتنا قاعده تموت بالجوع وبالفقر وبالجهل وبالقتل وبكل الاساليب، وراهو اللي جاي اكبر. راهو تصوروا كان الشيعة يقولوا اللي المهدي نتاعهم خرج، ولا السنه يقولوا المهدي نتاعهم وامير المؤمنين نتاعهم خرج، وتجير حرب لا هواده فيها. وما تقولوش اللي شمال افريقيا بعيده، راهو اسلوب المؤامره هما عندهم ضمن نظامهم، هم يحبوا يحققوا ما يسمى تنبؤات محمد بتاعهم. احنا نقول لهم انا باش نساعدوكم وباش نبداو نحضروا احنا في شمال افريقيا تنبؤات ما يسمى بطلوع الشمس من مغربها، فهي طلوع الحضارة والإنسانية. احنا فدينا نكونوا طبع، نحب الغرب وامريكا يعاملونا ند للند، نحب نشارك البشرية في حضارتها، نحب نبعد على كل هذه الصراعات، هذه الصراعات اللي موجودة توا من بين ما يسمى الشيعة السنة
العروبه الشيوعيه، هذا التحالف الرباعي انا اسميه، الشيوعيين والعروبه والسنه والشيعه. صحيح الشيعه والسنه يتعاركوا، فهمت؟ السنه متحالفين مع العروبه والشيعه متحالفين مع الشيوعيه، وقاعدين يحبوا يسيطروا على العالم العربي الاسلامي في مقابل ما يسمى امريكا والغرب. امريكا والغرب معناتها رغم كل شيء، رغم كل شيء افضل الف مره من هذه الصراعات اللي احنا عايشينها. على الاقل هي تفكر في شعوبها، كان نحن نوصلوا الوصل فين وصلوا هما، فهمت؟ ونكونوا عملنا خطوه كبيره، لان مع الاسف الشعوب نتاعنا والحكومات نتاعنا والدول نتاعنا والاحزاب نتاعنا كلها قاعده توخر بينا التالي، وتحب تدخل بينا ككبش فداء من اجل مصالح شخصيه. رانا فدينا، رانا فدينا، رانا فدينا، رانا فدينا. هذاك علاش ونقول للمسلمين اللي هما بين بين واللي ما همش عارفين لا هنا لا هنا، لازمهم ياخذوا موقف، موقف واضح وبين من اجل ان نلحق ركب الحضاره، ومن اجل ان نحطوا ايدينا في بعضنا من اجل مواجهه هذه العروبه وهذه الحرب السنيه الشيعيه التي تتحضر منذ عده سنوات. ونتصور، نتصور اللي اللادينيين اللي باش يولي عددهم اكثر اكثر هما الوحيدين اللي نجموا يقلوا مدار هذه الحرب اللي قاعده تتكون في الشرق واللي يمكن توصل لنا لشمال افريقيا. احنا في الدين نحب نوقفوا مع هذا الشيء. نظن الفكره واضحه، اذا ما عادش تقولوا لا مؤامره غربيه ولا حتى شيء، راه كان فما مؤامره راه ضمننا فينا، فهمت؟ واحنا كان ما نخدموش اللادينيين وننقذوا شعوبنا ونوعيوهم، رانا باش ندخلوا في حرب شعواء. ما حاشتنا لا بشيعة لا بسنة، احنا بشر، ارضنا هي وطننا وهي امنا، ندافع عليها ونحافظ عليها ونعترفوا باصلنا ونبنيوا مستقبلنا. يزينا من البكاء على الاطلال، يزينا من نظرنا التاريخ، ما يهمناش فيه محمد، ما يهمناش فيهم الخلفاء، ما يهمناش فيها الخلافة. احنا نحب اوطان تؤمن بالمواطنة في شمال افريقيا، ولما لا نعمل وحدة شمال افريقيا، وحدة شمال افريقية، وعلاش لا ما نعملوش وحدة شمال افريقية من اجل، فهمت، التعاون من بيناتنا كشعوب. على كل حال هذه هي الفكرة بصفة عامة، ومع فيديو قادم، وبالسلامة.